لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، ولا سيما في مثل هذه الأيام يا مؤمن، واذكر ذنوبك موقنا ألا مصير إلى النجاة إلا بطريق واحد لا سواه. ما هو يا شاعر؟ قال: إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداتي، الذين من هوان الدنيا على الله جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات. هذا قضى قتلا وذاك مغيبا خوف العدات، بعض بطيبة والغري قضى وبعض بالفرات. أسفي عليك يا أبا عبد الله، على أي حال قضيت بالفرات؟ قال: ضامن ضامن تجرعه العدا صاب الردى بالمرهفات، لكن روحي فدالك يا الذي للغسل ما نال، ولا الجسد منا انحمل من فوق شيال، ولا الجنازة هللت من خلفها رجال، ما حد حفر قبره هو را جثته في الكافور تربة والغسل دمه الجاري، والكفن فصله أبو محمد بواري، قلبه وقبره بقلب اخت الخذوها بجمل عاري، قلب الذي افنى حياته في بواكي ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار عليه تجول الخيل عادية. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى،
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وتوجهت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم بحقه صل على محمد وآله، واشف يا رب كل مريض، ولا سيما من دعوناك لأجلهم ومن سألون الدعاء، من عليهم يا رب بالشفاء والعافية. اللهم فك قيد كل أسير، ولا سيما أسران المظلومين، فرج اللهم عنهم بفرج عاجل غير آجل منك قريب. اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان، فاغفر لنا فيما بقي منه، وبلغنا يا رب شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش، بجودك ومنك يا كريم. وصل يا رب على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.